أشواطنا مستمرة مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتوالى شوطا تلو الآخر في هذه الانطلاقات مع تحديات أول أيام هذا المهرجان المرموم 2019. انطلاقة سليمة لهذا الشوط وهو الشوط السابع عشر في تعداد أشواط صباح هذا اليوم، شوط خاص بالحجائج الجعدان. نتمنى التوفيق لجميع الأخوة المشاركين مع هذه الانطلاقات، نسير بالصدارة نتابع البداية والتبر من قاد المجموعة لعلي بن عوض بن سالم الاكتبي، من ينطلق من يدفع بناموس هذا الشوط. ولكن أرى جزيل اللي بدأ يتسلل، ناصر بن يوعان بخرفان الشامسي يتقدم إلى مقدمة هذا الشوط يلي مع المركز الثاني أرهني المتحد لسعيد بن حمد بن سعيد العامري، ومع المركز الثالث التبر علي بن عوض بن سالم بن علي الاكتبي. نتابع المركز الرابع ومن الجانب الآخر التقدم من وابل لمحمد بن بطحان بن قران المنصوري يتقدم على مستوى المركز الرابع. خامس الانطلاقات أرهني شاهين لمسلم بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري ياتي ايضا بدوره على مستوى المركز الخامس. ومع المركز السادس وصلت الاسامي، مصيح ياتي سادسا حمد بن محمد بن سهيل العامري. ومع المركز السابع القدوم من قناد لسالم بن سهيل بن سالم بن مصبح الاكتبي، بينما اذا انطلقنا مع المركز الثامن بأرى سراب لعمير بن خلوان بن بخيت المزروع يتسلل ايضا مع المركز الثامن. والتاسع الانطلاقات القدوم لبركان محمد بن سعيد العامري يتقدم بانطلاقة بركان على مستوى المركز التاسع. عاشر الانطلاقات من الجانب الاخر، من الجانب الاخر ارى القدوم ايضا للذيب لسالم بن خلوان بن سالم المنصوري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للعشر الأسامي المتقدمة بهذا الانطلاق وبهذا الاندفاع المثير مع تحديات هذا السن، سن الحجائج السن الأصغر والأجمل في هذا العالم الساحر. لنا عودة مع الصدارة ومع بداية هذا الشوط مع هذا التجمع الواضح على المقدمة مع الكوكب الرباعية الصدارة والمقدمة وجزيل من يقود هذه الجولة. ناصر بن يوعان بخرفان الشامسي من يقدم تحديات جزيل وهو يشق طريقه الى الانتصار الى ناموس هذا الشوط. ولكن الضغط القادم من الجانب الاخر، المتحد لسعيد بن حمد بن سعيد العامري يتسلل الى المقدمه، ومن الجانب الاخر وابل لمحمد بن مطحان بن قران المنصوري ياتي ايضا بدوره في هذه اللحظات يتسلل مع المركز الثاني. رابع الانطلاقات شاهين لمسلم بن بخيت بن ناصر بن نوبي العامري الكوكب رباعية على المقدمة، ومع المركز الخامس مصيح حمد بن محمد بن سهيل العامري يتسلل بدوره على مستوى المركز الخامس. المركز السادس وصل هذا الانطلاق ايضا سراب العمير بن خلوان بصايغ المزروعي يتسلل مع المركز السادس. هذه النتيجة بدينا ننعطف مع المنعطف الأخير مع تحديات هذا الشوط مع هذه الأسامي والشعارات المتميزة في هذا العالم الساحر. تغييرات هذا الشوط وجزيل على الصدارة، ولكن المتحد من الجانب الآخر يتحد أيضا بهذا الانطلاق المثير بالشعار سعيد بن حمد بن سعيد العامري. ولكن مصيح وصيحات الناموس والتحديات اللي ايضا بدا ينطلق حمد بن محمد بن سهيل العامري. وصل الذيب سالم بن خلفاء بن سالم المنصوري، ومع المركز الرابع شعار بن صايغ ايضا يتقدم في هذه اللحظات مع سراب عمير بن خلفاء بن بخيت بن صايغ المزروعي. ومع المركز الخامس انطلاقة منذر محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي. اللحظات الاخيرة انطلق الجميع، ولكن سراب اللي تسرب الى الصدارة قاد المجموعة. ما شاء الله
تبارك الله. سراب 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 انطلق بالصدارة، انطلق بالمقدمة بهذا الانطلاق، ولكن الأسامي الأسامي القادمة مغامر مغامر مغامر. حمدان حمد بالطير العامري وعلى الانطلاق مع مصيح حمد بن محمد بن سهيل العامري ايضا قرب موازين هذا الشوط في اللحظات الاخيره. تهانينا لمالك مصيح حمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري ولحظات وصوله الى خط النهايه. سراب مع المركز الثاني العمير بخلاف صايل المزروعي، المركز الثالث ياتي مغامر حمدان بن احمد بطير العامري، المركز الرابع انطلاقه وتحديات مسامح لخميس بن سالم بن سعيد اليحافي، ومع المركز الخامس منذر محمد بن سالم بن سعيد الوهيبي. هذه النتيجة لنا عودة مع التوقيت الزمني 5:53 ست أجزاء من الثانية هو توقيت أيضا وتحديات مصيحة. تهانينا لحمد بن محمد بن سهيل بن عويضان العامري، بينما اللي وصل مع المركز الثاني ياتي سراب بتوقيت زمني مقداره 5:54 جزئين من الثانية. التهاني لعمير بخلفاء بن رفيد بصايغ المزروعي، واللي وصل مع المركز الثالث ياتي مغامر بتوقيت زمني مقداره 5:55 جزئين من الثانية. تهانينا لمالك مغامر حمدان بن حمد بن عبد الله بطير العامري، تهانينا للجميع والناموس.